بلد كان واحد على الاحساب، لان نظن بلي اسمو كي شفنا كل مباراه تدخل تاع الفريق الوطني نستاهلوا الفوز، ولكن راه بالك مباراه نهائي لازم تربحها ما تلعبهاش ما تلعبهاش. والبارح الحمد لله اسمو كنا نستاهلوا الفوز وربحنا اسمو الكاس 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 مستحق، لان الفريق الوطني سجل هدفين، سجل هدف ثاني واحد الهدف الخطه الاولى اللي شفناه في العالم. الهدف الثاني تاع ابراهيمي تاع 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 ابراهيمي، لان اسمو الحارس المرمى كان باغي اسمو يسجل هدف التعادل، ولكن عطانا الهدف الثاني. هذا فوز مستحق. فريق داروا اسمو تورنوا في القمه، مبروك علينا. وشفنا فريق واسمو عنده حامل كبير، عنده فنيات كبيره. بعد ردينا الكره الجزائريه في مكانها، حتى في مكان الاولى في بلاد العرب كما كانت. وكرتنا واسمو السنوات تاع الثمانينات الفريق كان في المستوى العالمي. يعطي الصحة ثانيك ماجد بوكرة، لأن أول مشاركة تاعو على رأس الفريق الوطني، على كل الفريق الوطني للباع. يعطي الصحة كيفاش عرف كيفاش يصيب الفريق الوطني باع. ومبروك علينا ونشتروا كل يشتروا كل خير. ودرنا مباراة جميلة جدا.